في يوم 13 طلعنا طلعة في ممر متلة. الطلعة دي نازلين نضرب تجمعات لليهود كلها جوه ممر متلة. فطلعنا 16 طيارة واحنا راجعين، فالوقود ما قداش نرجع مطار بلبيس، ففي بعض الطيارات راحت تنزل في مطار القطامية. القطامية يبقى أقرب ليا وفي الرجوع عن بلبيس، فراحوا 6 نزلوا هناك. فمنهم واحد اتضرب بنيران صديقه، يعني كان اسمه مجدي عثمان الله يرحمه، اتضرب بصواريخ من القطاميه فنط. لما نط نزل بالباراشوت في ظهر المرصد، مرصد القطاميه في المنطقه كلها جبال. طلعت الهليكوبتر تدور عليه ما لقيتوش، يدوروا طول الليل ما فيش. تاني يوم مش لاقيينه برضه، الكلام ده 13. فيوم 14 قالوا خلاص ده استشهد. يوم 15 لقيناه راجع المطار، في المطار وخدوه بالحضن والبوس بتاعه. مجدي رجع قائد اللواء قال له انزل بقى المستشفى يكشفوا عليك، نشوف اللي ما فيش طيار يطير بعد ما ينط الا لما يكشف عليه. احنا اساسا بيكشف علينا كل يوم، لكن ده هيبقى فحص كامل واشعاعات عشان نط. فقال له لازم تروح المستشفى، فراح المستشفى قال له لا انت غير لايق للطيران، ظهرك فيه كسر فاستحاله ان انت تكمل تاني. قال لهم يعني استحاله؟ لا لازم احارب ولازم اكمل. يا ابني ما ينفعش ظهرك مكسور. قال لهم ابدا، امضي على اقرار ان انا لازم، ان انا مسؤول عن نفسي، ولو جرى لي حاجه مش عايز اي حاجه. راح مضى على الاقرار ورجع المطار وقعد يعيط لقائد اللواء لازم احارب لازم احارب، راح مطلعه. ويوم 20 طلع طلعة اتضرب فيها استشهد مات. كان عنده ايه بقى؟ 21 سنة واستشهد وهو صايم. ده جيل اكتوبر وده اللي عمل لمصر. تحيا مصر. أوفياء يا رؤوس الزمان، نحن حرنا.